السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، ونتمنى تكون الإفادة والنجاح لكل الإخوة والأخوات على الصفحة بحول الله. تحياتي للجميع داخل الوطن وخارج الوطن، والله يا صافي بليزير، ونشكر شكر بزاف 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 للناس اللي تشكر فينا على القناة، واللي تابع فينا، واللي توثق فينا، واللي نشحت معنا. والله ربي يبارك فيكم أجمعين إن شاء الله. الموضوع تاع اليوم كما شاهدتوا في الموضوع السابق، أرجع الموضوع السابق، ديما أرجع الموضوع السابق، كيفاه تستينا تكروا المال تاعنا إذا كانوا واجدين، أسكو ندخلهم في التزاوج ولا لا، أسكو إذا مازالوا ما وجدوش واش نديروا مع المال ومع الفمال. اليوم إن شاء الله موضوع جديد ومليح بزاف، اخدم معايا فقط خويا العزيز، اسمحوا لي دقيقه، اخدم معايا تنجح باذن الله. الموضوع تاع اليوم ان شاء الله، قبل كل شيء راح نجيب واحد من لي مال اللي يتاقلم مع الفماله هذه. الفماله هذه راهي وجدت لي قبل الاخريات، يعني كيما نقولوا حنا راهي بدات تطيب وراهي جايه ديكلاريت سي بون، خلاص ربي يبارك ما شاء الله. واش راح نديروا معاها؟ نجيبوا المال تاعها نستيوها. اول مال تاعها نستيوها، هاي ربي يبارك ما شاء الله. المال راهو حتى هو راهو جاي معاها، ربي يبارك ما شاء الله. اللي يشوف هذا الفيديو يقول ربي يبارك ما شاء الله، تسمى الفمالة راهي في البطنة ان شاء الله. هيا راه بدينا، هاي هاي ارواح ارواح، هاي 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 هاي، بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله. دوك تريبوندي معاها، ها بسم الله ما شاء الله. انا اعطيكم شوية تتمتعوا فقط ومن بعد سهلة، ربي يبارك ما شاء الله. اللي يشوف هذا الفيديو يقول بسم الله ما شاء الله. الفمالة راهي عجب غير القطنة، المال راه واجد، الفمالة راهي واجدة، لكن أنايا ما نسرعش وما ننطحهمش مع بعضهم باه ما نفزتش الإنتاج، لأنه مازال الحالة. أنا نعلم بلي مازال وقت الفمالة ووقت المال، يعني تجي عبر مراحل، إن شاء الله تنجحوا معنا العام هذايا، لكن تابع معايا المواضيع فقط، فهمنا؟ هيا روح هاي. شوفوا شوية المقطع هذايا وبعد نبدو في الدرس تاعنا. يعني فمالة هاي قاعدة ديكوفري، هاي تستكشف المالة، وربي يبارك ما شاء الله، حاجة باهية الفمالة كيف كيف. يعني المال كي يعود يرقص ويغني على الفمالة وهي تتجاوب معاه، أعرف بلي الفمالة راه يدير في ليمانيار تاع المال هذاك، وراهي بدات تتأقلم مع المال هذاك. ما نقدروش حنايا نجيبولها مال خلاف، قادر تتعارك معاه، قادر ميضربش عليها. هذوك ندير لكم التيست قدامك، راه تعرف خويا العزيز كيفاه تخير الطيور تاعك. هاو مقنين اخر، ها على بالي بلي ما يضربش عليها خطيته. الفمالة تاعو راني مخزنها في جهة اخرى ان شاء الله، كون نجيبها له يهيج عليها. بون خاوتنا العزاز، كيفاه نديرو هنايا؟ اسمحوا لي دقيقة فقط، كيفاه نديرو؟ عندنا هنا نجيبو البيض، يعني كما شفتي في الموضوع السابق قلت لك ابدا اخدم بدواء تاع الانتاج، لكن مره في سمنتين مره في شهر باه الطيور تاعنا تتعود على ادواء، باه تعرف الدواء مدرح ولا لا. يعني دير حساباتك من درك، من مازلنا ما بديناش نخدموا بدواء فرسي، يعني خدمه هاي وين هاي وين، درك هاك تشوف. ها هي شويه هكا لقات شويه خيوط هكا تاع العام اللي فات، هي جبدتها بها من القطنه، راح هذه كنا نعطاها سمانه تدور لي العش. هنا كيفاه نبدو نخدموا مع لي فمال تاعنا؟ نجيبوا بيضه نقشراها، اللي يحب يقسم البيضة يقسم البيضة ويحط لها بها بالقشور حط لها بها بالقشور. بس حنايا عندي خدمة خلاف، دوك نفهمك عليه. كاين اللي ما ياكلوش البيض، كاين اللي ياكلو البيض، واش نديرو هنا؟ هذا هو سيتان كالسيوم، وصفار البيض يوجد لك لي فيمال، يوجد لك لي مال، باه يوجدو لك سريعا سريعا كيما نقولو حنا. اسمحوا لي نقطع نخدم الخدمة ونرجع معكم. هاو عندك هنا نحطو البيض، تفركها بالموس هكا، تفركها بالموس باه تجي ونديري على شكل مثلا باطي على شكل تربه. علاه نبداو نولفو لي مال تاعنا ولي فمال تاعنا انهم ياكلوا البيض، صفار البيض مع حوايج خلاف، باه يتعودوا عليها حتى كي تحط لهم الباطي باه ياكلوا بها من الصغار ولا كذا، ما يلقوش مشاكل وما يلقاوش حرج، فهمنا؟ يعني ملاها كيما نقولوا احنا دوزانا دوزانا، يعني ديما بازيليا علي الفمال ياكلو مليح، يا مال كيف كيف حتى يتخدم معاك. بون اللي يحب مثلا يزيد حاجه للبيض هذا، يزيد البيض تاعو باش يقوي التور تاعو، واش دير هنا؟ هنا عندك القشور،
عندك القشور تاع البيض، القشور تاع البيض حتى هو مفيد بزاف. يعني اذا كان مبلول خليه يشيح ومن بعد كسره حتى يولي على شكل غبار ولا كذا، وحطوا لهم في جودي خلاف، وتقدر تخلطوا حتى مع صفار البيض. يعني صفار البيض يوجد لي في مال الليمون، والقشور هذه سي تان كالسيوم ومليح بزاف للطيور. مثلا ما حطيتيش انت القشور تاع البيض هذيا، وعندك مثلا عندك التربه هذه، عندك التربه هذه هذه اللي قريت هذه، ولا عندك زراعه الشوك. يعني كل واحد وش عنده، مثلا عندك زراعه بسبس، زراعه الشوك، عندك حاجه وش دير، تحط لهم كميه برك. ها باكي اللي ما يكلوش صفار البيض كي نقب من التربه هذه ولا زراعه الشوك ولا اي حاجه، راح ينقب لك مع اسفرار تاع البيض. يعني ها حاجه سهله خلاها. ها قدام خويا كيما وعدناكم ان شاء الله، قلنا لكم العام هدايا نعلموك واش ندير هنايا، دير انت باه تنجح معنا في الانتاج ان شاء الله، ونزيد نسهل عليكم اكثر فاكثر ان بو بروفيسيونيل الخدمه تاعنا. باه ما نطولوش في الموضوع. ها خويا العزيز كيما راك تشوف قدامك، ها بياكل في البيض بالواحد بالتربه هذيك اللي حطيتها له. ها راهم منسجمين تماما. ها راك تشوف ما شاء الله. زيدوا ندوروا الفماله، الفماله راهي هي عجب مواد البناء. ها هي ها هي ها هي اروح هنا هاي تفهمنا. هذه الحوايج دير انت مره على مره، مرتين في السمانه، هذه الحاجه تخدم لك لي فمال، تخدم لك لي مال، وتبدا تخدم في روحك باه توجد طيورك ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تفهمنا.